www.widednation.com. سلام سي سعد الله، كنشكركم استضافتكم لموقع www.widednation.com ماركة بنجيلة. شكرا ومرحبا بكم، وهذا شرفنا أننا نستضفوا موقع www.widednation.com اللي كان حسوا بيه بحنا واحد دوسي أنه أصبح عنده تواجد على الصعيد الودادي أو الجماهير الودادية ولا كيتبقى الأخبار ديالو. بالعكس كاين بعض الجرائد اللي الناس كتاخذ الأخبار من هذا الموقع، فهذا كيبين على الجدية ديالو. على حسب ما فهمت، إذا أنت كتصفح الموقع ديالنا بطبيعة الحال كودادي، ولا بدا معنا نتصفح جميع المواقع ماشي غير الموقع ديال الناس، ولكن كنشوف على أنه كاين مواقع اللي كتجيب مثلا تحليلات كتكون جدية، تحليلات بالعمق، كاين اللي كتعطي أخبار يعني صحيحة، فهذا كيبين على أن المصداقية كيبدا الموقع يكتسب مصداقية، كيبدا عنده الزائرين أكثر، وهذا هو اللي كيجعل على أنه يعني اي موقع كيتميز على موقع فهاد لا. فانا كنصفح جميع المواقع كانت سافره او كبيره، لانه كتهم نادي الوداد الرياضي، فخصني نتابع ونحس بالجمهور ككتيبه، خصني دائما نكون قريب من الجماهير باش نقدر نوصلها حتى انا للمكتب وناخذ القرارات اللي تكون صالح نادي الوداد الرياضي. السؤال اللي غنسولك سي سعد الله، بغيتك على خاطرك تعرف نفسك للجمهور الوداد. بكل شرف، الاخ سعد الله ياسين كندير الان كاتب عام، نائب كاتب عام نادي الوداد الرياضي، مولد في سنه 1967، كنت لاعب قديم في نادي الوداد الرياضي، لاعب كذلك دولي لمده قريبه، ولكن من بعد الدراسه ديالي تجعلتني انني نخرج من الكره في الاعمار ديال 24 عام، تابعت الدراسه ديالي، ولكن من بعد بقى عندي الحب ديال الوداد، فرجعت كمسير منذ سنه 2000 في جميع يعني في جميع الفروع ديال نادي الوداد وفي المكتب المديري، الان كندير النائب الاول للرئيس ديال المكتب المديري. شنو رايكم في رده الفعل ديال الجمهور الودادي من بعد النتيجه السلبيه اللي حققناها في مركب محمد الخامس؟ هو كودادي اولا يعني رده الفعل بحال بحال الجمهور، يعني هذا ماشي مفاجئ لان الجمهور ديالنا والف دائما على ان الوداد الوطنيه تحقق نتائج ايجابيه، خاصه بعد النتيجه الايجابيه اللي جبناها من الكونغو، فكان الجمهور يتامل على اساس اننا غننتصروا ونكونوا يعني التحقوا بالصف الاول، وهذا غادي يجعلنا على اننا نخطو خطوات كبيره للتاهل. فاذا به تفاجئنا كلنا، كان كنت مسير كجمهور، لان حنا اولا واخيرا حنا جمهور، باش نكونوا فاهمين يعني ماشي مسيره جايه من القمر، بالعكس كنعيشوا وسط الجمهور. فلهذا حنا باسط في بناء الامل ديالنا، وفعلا كانت رده الفعل ديالنا سلبيه تجاه مردودية الفريق، ولكن ملي كنشوف على اساس انه بحالنا بحال الجمهور كنقولوا ان المدرب ما حاولش انه يكتسب يعني ذاك الامتياز اللي عنده بالزخ ذاك الزخام اللي عنده ديال اللاعبين، وما حاولش يبقى لهم يعني الوصفه اللي ممكن على انها كتحقق النتيجه وكان عندنا. فهذا هنا علاش الانسان شويه كيقول يمكن كانت عنده نظره خاصه به، لانه هو كتقني حتى هو شاف نظره، هو اللي عنده تعايش مع اللاعبين يعني في وسط الاسبوع. يمكن حنا كنقولوا مثلا علاش كنا ماشي غير انا الجمهور ومكتب المسير، علاش مثلا ما لعبش عناصر اللي عندها تجربه، لان كاين مباريات اللي كتحكم فيهم الخبره، كاين مباريات اللي كيحكم فيهم يعني مزيج ما بين الخبره والشباب وعناصر الشباب. ففي هذه المباريات خاصه ديال كاس افريقيا وهذا يعني المنافسات القويه، وخاصه اننا فريق اللي كنا لعبنا معاه يعني من احسن الفرق الافريقيه لاستاذ مانيا، وكان منهزم في المباراه الاولى، فكان ولدهم انه غادي يجي باش يعتمد على انه يحقق نتيجه ايجابيه باش ما يكونش كيخسر يعني الحظوظ ديالو نهائيا في التاهل. فلهذا كانت المباراه صعيبه، لونجو كان اصعب، فالمدرب كان خصو يكون يمكن شاف النظره، ولكن حنا حتى حنا كتقنين مثلا مع كره القدم كانت عندي نظره على انه كاين بحال هذه المباريات كيكون العنصر ديال الشباب ما كينفعش 100%، يمكن في التغييرات يمكن التبديلات في الاخير، ولكن باش تعتمد عليه منذ انطلاق المباراه، فكان يمكن نعتمد مثلا على اسامه الغريب كلاعب دولي ويعني محترف، كان خصنا نعتمد مثلا على عمر الجريم الاول ماشي المعامل، فيمكن حنا كان عندنا هذه النظره هذه وهذا الاحساس، يمكن كانت تكون النتيجه اكثر وتكون النتيجه ايجابيه، ولكن هذا اختيار ديال المدرب فعلا يعني البعض منا ما حبتش هذا الاختيار، ويمكن هضرنا عليه وكنقول على ان السيد الرئيس راه واجه المدرب وعطاه اللي يعطيني التسهيلات ديال هذه المباراه هذه، لانه كانت رده الفعل ديال الجمهور سلبيه وكان رده القلق، وانا كنتفهموا هذه المساله هذه كودادي غايور على الوداد على الفريق ديالو كيبغي ينتصر، فالاختيارات يمكن ما كانتش موفقه.
ديال المدرب، ماشي معناها انه ماشي مدرب فاشل او مدرب ناجح، ولكن اختيارات في هذه المباراه ما كانتش موفقه. فكنتمنى على اننا نتدربوا ان شاء الله في المباراه المقبله في مالي اللي بها نحققوا الاقنيه الايجابيه عاوتاني ترجع لنا الحظوظ ديالنا ويرجع لنا التفاؤل ديالنا بالنسبه للتاهيل في كاس العالم. ولاحظنا على ان المدرب بينيتو كيعتمد بزاف على المعاون الوغ كو ما عطى حتى شي اضافه للفريق. دابا يعني حنا كمكتب مسير ما يمكنش لينا ندخلو في المدرب في الشتاء ولا في الدار، يمكن كنطلبو منو استفسارات ولكن كنخليو ليه باش يبقى هو يتحمل المسؤوليه وما يقولوش على اننا مسيرين كندخلو فعلا كيعتمد على المعاون. هذه قناعه ديالها حنا اللي غادي نقدرو نحكمو عليه، لانه الا ما بقاتش النتائج مزيانه راه ولا نقدر غادي نوقفو المدرب. الا ما كانتش النتائج ايجابيه حنا ملزمين على اننا نحققوا نتائج. ملي كتكون غادي بالفريق كنوجدوا كمكتب مسير جميع الامكانيات، جميع الامكانيات الماديه، الامكانيات اللوجيستيكيه، الامكانيات المعنويه، كنجيبوا خيرات اللاعبين، كنديروا يعني لي ريكروتمون كيما قلتي انتدابات يعني في المستوى اللي الجمهور كله يرتاح ليها، كنعطيو الامكانيات البشريه وفي الاخر ما كنلقوش النتيجه. فاذا ما لقيناهاش بدا ما غيكون تساؤل حساب مع المدرب لانه هو مسؤول منا، وحنا حتى حنا كنعطيو حسابات للجماهير لان راه براسنا حنا كنكتب كنتحاسبوا، فلهذا ما يمكنش نخليوه كيتمادى. ولكن حنا الان كنحاولوا على انه يلقى مازال البطوله ما بداتش، فما يمكنش نحكموا لان من خلال دابا الان في وقت ديال لا بريباراسيون كيكون يمكن اللاعبين باقي ما خلاوش اللياقه البدنيه ديالهم كامله، يمكن باقي انسجام ما حصلش ما بين جميع العناصر، فلهذا هو كيقلب على هذه الوصفه السحريه اللي غنقولوا حنا اون بارونتيز يعني ما بين قوسين باش نقدروا نحققوا نتائج. فما يمكنش مباراه ولا جوج نحكموا على المدرب، ولكن باقي كنتسنى انه تكون ان شاء الله نتائج. ففي الكونغو كنا متفائلين انه حققنا نتيجه ايجابيه وكنا ننتصروا في المباراه هذه اللي دازت الكل يعني احبط. فالان باقي ما نقدروش نحكموا، ماشي مسيره اما نازله اما طالعه، باقي الى الله حنا كنقلبوا في المدرب باقي كيشتغل. يمكن بعض المرات كدير ليه انتباه بحال درنا هذه المره هذا، لانه انسان خصو يخدم الخبره ديالو، حنا معتمدين على الخبره ديالو، عنده خبره كبيره ودرب جميع الفرق الاوروبيه وفي امريكا اللاتينيه اللي عندهم صيت، فما يمكنش يجي حتى دابا من بعد ما اكتسب هذا الزخم ديال الخبره ولا انه ما يعطيش. ولكن باقي ديك الوصفه ما بقي ما وصلش لها، نتمنى الله ان شاء الله اللي يوصل لها. هذا هو اللي كنسهر عليه ان شاء الله. نطرح عليك واحد السؤال اللي دابا الجمهور كله سون ديكسيبسيون كلشي لاحظ ان اللاعبين ما كتبقاش يقدروا يكملوا مباراه كامله. فاش قبل مع مدرب الزاكي كنا في الدقيقة 90 الأولى كيسجل هدف، دابا في الدقيقة الأخرى الفريق كيتلقى هدف، شنو رأيك في هذا؟ هذه ملاحظة وجيهة في الحقيقة، لأنه كنا كعبيضين وكنسولين على المنتخب الرياضي الآن كيف كتعرفي جميع الفرق المغربية هي في طور الاستعداد، لأن البطولة ما بداتش وانتهت البطولة في شهر يونيو كذا، وبانه ياخذوا التدريب في شهر جويلي، فمع شهر رمضان دائما تكون الاستعدادات الماشينيه في الاتم ديالها. جاتنا كاس افريقيا في جويلي اللي لعبناه، عطى المدرب عطاني واحد قسم الراحه لان كان الوقت ديال الصيف، يعني ما خداوش العطله الصيفيه ديالهم، فمن بعد خداو واحد الاسبوع اللي هرس، يعني من بعد ما بديت 10 ايام ديال التدريب كتعطي العطله كتهرس الريسم. هذا هو اللي ما كناش اتفقنا مع المدرب عليه، كان انا انه من بدا التدريب انه يبقى مستمر فيها باش الانسان يلاه كيكون ذاك لو ريتم ديالو في الاول، لان الاستعدادات الاوليه اللي قبل البطوله هي اللي كتكون فيها واحد الرصيد كبير من اللياقه البدنيه. فهذه الاستعدادات كتكون متواصله وكتكون مكثفه، يعني يومين جوج مرات في اليوم، خصك تريني ست مرات في الاسبوع، فهذه وخصها تكون سون زاري، بعض المرات يمكن 15 يوم متابعه ما خصكش توقف، وفيها يعني لو ريجيم اليماتير يعني الوصفه ديال الحميه الغذائيه كيكون فيها تداول مكثفه، فهذا كله كيعطيك على انه الانسان كيبدا يستعد وانه كياخذ لي باز ديال القواعد ديال اللياقه البدنيه. فهذه من كتشوف دي مشان جميع الفرق اللي لاحظتو اللي كتلعب كل هذه الفرق الوطنيه باقي الان ما وصلتش يعني اللياقه البدنيه ديالها يعني القيمه او لو توب ديالها. سي نورمال لان خصنا كتجيب التدريب كتجيب الاستعدادات الاوليه يعني المباريات الاوليه اللي كنلعبوها، فدائما ما كتجيب اللياقه البدنيه الكبيره واللي عاليه الا ولما لعبتي واحد اربعه خمسه مقابلات في البطوله. فلهذا كتطلب دائما شهرين باش نكونوا صريحين، شهرين على يقدر اي لاعب يوصل للسومي
ديال لا كونديسيون فيزيك ديالك. فما يمكنش نطلبوها دابا، وخاصة على الدول الإفريقية راه ما كتسالي البطولة ديالها ما كتنتهي حتى من شهر أوش من شهر سبتمبر. يعني الدول الإفريقية يعني خاصة اللي عندها المناخ الاستوائي راه ما كيلعبوش في جونفي فيفري هذا، بالعكس كيبقاو يلعبوا. فهما هذا راه يبان لك نقص كاين عندنا في اللياقة البدنية بالنسبة لأفارقة، لأنهم باقيين كيلعبوا البطولة وباقا عندهم بطولة مستمرة، وحنا العكس وقفات البطولة من شهر ستة. ولكن هذا خصو يتصلحوا، خصنا نصلحوا ونردوا البال. وهذا هو ما قلت لكم السيد الرئيس على أنه كان عنده اجتماع اللي دام ثلاثة ديال السوايع مع المدرب اللي هضرنا فيه على جميع مختلف، هضر فيه السيد الرئيس معاهم، لأن حنا في المكتب كنا ناقشنا هذه. فالرئيس بلغ هادشي للمدرب والان راهو عابيه وغادي يبدا يقوم به. فعلا كاين اخطاء ترتاح وتتحملها صراحه بالمشجع، ولكن خصها تصلح. هذا المدرب يمكن نظرة عنده ديال اللاعبين الاوروبيين، راه يمكن شفتوا غير المباراه الاخيره ديال ريال مدريد وبارسلونا، راه باقا اللياقه البدنيه ديال اللاعبين ماشي هي ديال ريال ولا ديال بارسا، لان يلاه بداو الاستعدادات ديالهم باقي كيقلبوا حتى هما على يعني لو سومي في لا كونديسيون فيزيك، كيقلبوا على لومبيونس لا سامبيوز تكنيكمون. دونك باقي كنقلبوا، ولكن ان شاء الله غادي يكون. هذا علاش كتكثر المباريات الحيويه وهذا باش اللعابه يديروا رجل في رجليهم، يعني كيما نقولوا مباريات. نتكلموا على فابريس، شنو المبرر ديالكم لعدم تاهيل لاعب في اللائحه الافريقيه؟ سورتو ان اسمح لي سي عبد الله، سورتو ان الجمهور كان كيتسنى غير امتى زعما فابريس رجع الوداد، وامتى يحمل قميص الوداد ولعب لا في البطولة ولا في لا كوب دافريك. سؤال مهم. انا قبل ما نجاوبك على السؤال، انا بغيت نوضع سؤال ليك الجمهور كامل عن طريقك. واش كتخيل على ان المكتب الموسيقي غادي يوقع فابريس اوندامي ما تبيعهاش؟ حنا علاش وقعنا هذا جوج بنات؟ علاش تم الانتداب ديال فابريس اوندامي؟ لا بغا يحمل قميص الوداد، ما غاديش يحملو غير في البطولة، يحملو حتى في كأس افريقيا ولا حتى في كؤوس اخرى اللي شاركنا فيها. فاللي وقع على اساس انه الاتفاق اللي كان بيننا وبين فريق اتحاد جده السعودي على اساس ان فابريس اوندامة خدينا اقتنيناه منهم شدنا واحد القدم عليه، فكان على اساس اننا في الشهر الاول نعطيهم ناصر يعني واحد القسط، وفي الشهر الجمالي يكون القسط. هذا هو الاتفاق اللي تم مع اللي كان يعني مونداتي منهم، اللي كان ممكن منهم باش يتفق معنا فعلا. فكان كنا كنتظروا مالات لو سونتيمتر، كتعرفوا الكاف عندها واحد اللائحه، عندها واحد لي ريغلومون دو القوانين اللي كتقول على انه نهار 5 في شهر اوت غادي تحبس جميع الانتقالات اللي كتكون من بين الفرق الفرق. فلهذا حنا الوقت اللي اتصلنا بالنادي ديال السعوديه على اساس انه باش يعطينا لا ريغلومون سورتي، بقاو كيقولوا واخا كنهضروا الناس كيقولوا يمكن عندهم فلوس راه كاين فلوس كنعطيو سواء بين ريغلومون وليفيرمون كيتسموا بالبنك عادي عن طريق البنك. فاللي وقع على اساس انهم اليوم عطلة عندهم ما خميس وجمعة، حنا عندنا الصيف ديال فلهذا هذا الكود ديال هذا الأيام جاء على أنه لا ريكلو سورتي ما جات، ما جاتش في الوقت يعني اللي خصها تكون، فلهذا ما وصلتش للكاف. وحنا كنا سجلنا الإحباط على تأهيل اللاعب فابريس اوندامي، اللي ما كناش كنتظاهروا بالعكس درنا كل ما فرصة عنا باش يلعبوا. ولهذا في آخر لحظة تم على أساس أنه ما بقى لنا واحد ولا بدأ خصنا نضيفوا، لقينا على انه حواسي اللي كان هو مسجل معي، ولكن كان ولا بد ما خصنا ناخذوا عاوتاني الورقه ديال الخروج للفريق ديال القطري، لانه بلا بها ما يمكنش نلعبوا مباراه اخرى مع انه مسجل. فهذا علاش درنا يعني كل ما جبنا باش اهلنا اللاعب حواسي تا هو خلينا ديك الرجعه ديالو مع انه مسجل، ولكن كنعاودوا نبثوا على الكاف، وهذاك ما كتكونش داخله في ديك خمسه بوت ولا يعني في ذاك ليميت. بالعكس التواريخ المحدده لا، لانه كان مسجل معنا ولعب معنا السنه الفارطه. بالنسبه لاندرسون ما يمكنش يلعب مادام انه لعب مع الفريق ديالو في هذه الكاس هذه، فاندرسون يكون مؤهل بالنسبه يعني لي سيري اللي جايين من بعد يعني الكؤوس ديال السنه المقبله ان شاء الله. سي سعد، ما غادي نسولك على الصفه الكبرى في نادي الوداد اللي هو بيان سور رافائيل مدير تقني للنادي. سمعنا انه ما بقاش مدير تقني، شا قال لك راه اون كونجي، من بعد سمعنا بلي عزيز ولا البلا ولا غتولي تولى المهام في بلاصه غفايل. ولا البلا دار تصريح انه كون با ماشي هو اللي دير التقني، عاوتاني من بعد سمعنا بلي بن عبيشه والبلاجوان ديالو هو الداودي. لحد الان باقي ما عرفناش شنو، وكيبان لنا غفايل في مركز محمد الخامس وفي بن جلون، ما عرفناش شنو
الدور ديالو او سان دو كلوب. السؤال هذا يعني مسي فهم كبير هذه يعني بان لهم في السؤال لانه باغي تعرفوا طريقة هذا انا حتى اي فيديو كاين يعرف الحقائق فاللي كان كينقصوا انه التواصل يكون ما بين الجماهير ويكون ما بين النادي والاداره الرياضيه وخاصه المكتب المسيري فالحمد لله احنا مستوحين فكان ولا بدا يعني البادره خاصها تجي من رجال الاعلام او من الناس اللي كيشتغلوا في الاعلام سواء الالكتروني او المكتوب بالنسبه ل رافائيل هو كان مدير تقني لمدة 4 سنوات تحديد وفعلا من السنة اللي مرات لقينا واحد الغضب عالي من ديال الجماهير رافائيل كانوا كيطلبوا منا كاع نمشيو نلقى رافائيل فاحنا ما رحموش غير الجماهير شفتو حنا اللي عايشين هنا الاخر كنعرفو الحقيقة ديال الامر والعمل اللي غادي يكون به ولا اللي ما كانش فكانت عندنا قناعة على اساس انه خصنا نغيرو المدير التقني فعلا تم التبديل ديالو على انه كان هو باقي يتحرك على عنده العقده مازال باقي 18 شهر فيمكن ما يزاولش مدير تقني ولكن باقي تعويضه خصنا نشوفوا كيفاش اننا الان كنتفاوضوا باش نديروا واحد القطيعه لهذيك العقده يعني نلغيو هذيك العقده الالغاء ما كيتمش غير هذا كيتم التفاوض معاه لانه عنده واجبات ما نقدروا نسيفوا ولكن خصنا نخلصوا به هذا الشيء فالولاد غدير هو غدير وكانت عندنا علاقه يعني بالنسبه لنا محترمه بيناتنا بجوج لا هو ولا حنا يمكن نفسخوا العقل ولكن ماشي معناها اننا نكونوا مديان فالان كنتفاوضوا بطريقه حبيه ما بين الرئيس ولي الكلف في هذا الموضوع اللي اختصاصي في التفاوض الصراحه وعنده بزاف ديال وسائل الاقناع كيعجبني فيهم وهذا هو شكل المكتب كله كلف السيد الرئيس على انه يقوم بالتفاوض بالمقابل خصنا نقدموا له مدير تقني فاول ما التجنا ليه التجنا هكذا ونشوفوا المديرين اللي كاينين اللي يقدر يكون عندهم مؤهلات ديال المدير التقني خاصه اللاعبين الاولين الوداديين شوفوا ولاد الوداد ولاد الدار اللي كيبغي هذا الفريق اللي اكتيفيتي غادي تكون عنده صله بهذا النادي هذا بحال الوليد لانه واحد لعب في الوداد ماشي بحال واحد ما لعبش الوداد لعبنا فيها كنا كنبغيو انا كمسير كنبغي الوداد ولكن راه كنحس بها ما كنحس بها غير لان لعبت فيها الخير ديالها عليا كيبقى واحد الصله ديال الرحيل كيف كنقول ففكرنا في هذا الجانب هذا كان فعلا اللاعب الدولي العزيز بوتبالا المؤهلات اللي عنده الخبره اللي عنده فكان يكون ضروري وعلى انه غيفيد الوداد في هذه اللحظه هذه فيمكن حتى بدينا كنتفاوضوا مع ولكن كانت باقي الوقت ديال التفاوض كتعرف التفاوض كتكون المائده ديال التفاوض يمكن يقبل يمكن لا يمكن هذا بعض لي كلوز فاذا بيت حنا تفاجئنا بالتصريح ديال حنا باقي كنتفاوضوا يمكن حاجه ما تعجبوش يقولها لنا حنا نتعدى ذلك ولكن تنديروا الصيغه النهائيه ديال العقده فاذا به يمكن ما بغاش يكون مدير تقني ولا ما عنده التزامات وانا كنعرف سي عزيز دابا عنده التزامات كبيره في على صعيدين اخرين فيمكن الان الظروف ما كتسمحش ليه فمعدل لهذا من بعد منه التجنا على اننا نشوفوا شكون اللي بقى في المدينه المؤهل فاذا به كاين فعلا حسن لابيش اللي كتعرفوا هو المدرب المدرب الوطني ديال فئه الشباب كذلك كان مدرب الوداد واحد هذا كاين مصطفى الشريف ديال الوداد مصطفى الشهيد اللي معروف بالشريف كاين كذلك راشد الدولي اللي كان ارجون ولكن هو يعني ما عندوش الدبلوم باش يقدر يكون مدرب التقني فانه يساعد فاللي عندهم دبلومات هو لابيش والشريف حاولنا على انهم حنا ما غنقصي حتى واحد والكل خصو يكون معنا حنا كنتفاوضوا معاهم الان لان عندنا المركز خصو يكون مدير ديال المركز سواء المؤهلات ولا ليسونس ا كاين مدير تقني خصو يكون عنده ليسونس ا وكاين المساعدين اللي حنا بغينا هذا العام على انه اولاد الوداد يخدموا في الوداد ويعاونوا الوداد ولكن اللي عندهم مؤهلات ماشي ولاد الوداد ولا الوداد لانه ما بقاش مسموح الوقت للعاطفه مسموح الوقت الان للخبره العمل والكفاءه هاد الاخوان ما يمكنش شي واحد الجمهور يقول لهم ما عندوش كفاءه ما يمكنش يقول لهم لانهم ما عطاوش الوداد كلاعبين وغيعطيو دابا الان كمدربين وكيبغيو يولي نادي الوداد يعني حبهم الوداد كبير لا راشد الداودي ولا مصطفى الشريف ولا فالان حنا معاهم في التفاوض هذا هو اللي كنسمعوا الاخوان الجماهير كيسمعوا بعض المرات وكيبغيو يسبقوا الاحداث حنا الان باقيين في التفاوض معاهم ولكن يعني 90% غادي يكونوا ان شاء الله واش عارف لانه باقي ما وقعناش رسميا العقد العقدة العقد يعني ديالهم هما ثلاثة ورغم ذلك راه كيمارسوا المهام ديالهم
وكيجي لنا عارفين بان عندنا وظرف وجيز باش يكونوا لي سبور فريق الامل خصو الان يبدا التدريب ديالو وتم اختيارات ديال اللاعبين اللي مزيانين اللي خايبين خصو يمشيو اللي خصو يجي فما يمكنش نبقاو نتسناو تنسنوا العاق وتنصوروا باش تعرف الحب اللي بدات بان بدا وباقي حتى حاجه ما رسميه ولكن جاو لنا كيبغيو هذا الفريق فانا بالعكس انا بالنسبه لي هذه خطوه كبيره حسنه وايجابيه على ان يكون النادي بدات فيه مؤهلات وكفاءات ولا جديدات كيسيروا سيدنا نشكرك مرة أخرى على استضافتكم لينا مكتب الجلون ونخلي لك كلمة أخيرة توجهها لجمهور الوداد. إيوا الكلمة الأخيرة اللي غنوجهها لجمهور الوداد هي أنه دائما كنحيي جمهور الوداد لأن كيتفانى في الحب ديالو ليها. الوداد بلا جمهور راه ماشي نادي والنادي كيكون العرق ديالو بالقيمة للجمهور ديالو. فطوال السنين نظنوا أن تفقت الوداد في 37 جنيه ثلاثين كرة القدم فدائما الجمهور هو اللي كيشكل الركيزة الأولى ديال نادي الوداد الرياضي هو اللي كيشكل القيمة المضافة ديالو فما متخيلش ولا أي إنسان متخيلش الوداد قوية بلا جمهور فكنطالبوا من الجماهير دائما تشجعنا دائما تكون معنا دائما تحمل الوداد إلى أعلى الرتب إذا تحقق نتائج وجدت نتائج إيجابية على الصعيد الوطني على الصعيد الحقيقي نتمنى ذلك يحيى جمهور دائما الوداد كنا كنحب الوداد وكنشكر الجمعية في الخلق كنشكر حتى نتوما كموقع اللي تحتوا ليا هذه الفسحة على أنني نعبر فيها ونتواصل مع الجمهور وداد ناسيون.com